تنين بحدود الساعة 10 هو الوقت اللي منخصصه لتلاميذ جامعات لتلاميذ الفنون المسموعة المرئية أي أوديوفيزيال أي المنتجين والمخرجين اللي رح يكونوا يعني اللي رح يتخرجوا من الجامعات. هاي ساشا كيفيك؟ هاي ساشا كيروز خلصت تخرجتي؟ خلص دون فينا نقول لك مبروك. لكن هي متخرجة حاليا بالصيفية من الأوزيك جامعة الروح القدس بالكاثوليك، واليوم رح نحكي عن فيلمك يلي اسمه رؤية فيجن. كثير مبسوطين انه رح تقدمي لنا اياه، فيك تعطينا لانه انا بعرف انه في امراه عمياء وفي سيرك. نعم بقى كيف بدك تمزجيهم سوا؟ عامل لينك. تعملي لينك هو قصدا عملتها انا صراحه. يعني جمعت كيف البنت العمياء كيف ما يعني ما بتقدر تشوف بس كيف تقدر تسمع اكثر ما تشوف، يعني كيف الصوت عندها في يعني في عمل فيجن تبعها، فيها هي تركب الفيجن تبعها. عم تقرا الحاضر، عم تقرا الحياة خلال الصوت. وي يعني عم ترسم الصوت براسها. فينا نقول عم تقشع بدينيها. نعم. لأنه هيك بيصير الناس اللي عندهم حاسة واقفة أو خفيفة بتقوى تاني. عادة حاسة غير بتقوى. وين السيرك؟ وين محل السيرك بالفيلم؟ وين محل السيرك؟ هلا هي أنا عم فرج البنت الروتين تبعها كل يوم. بالبيت هي عم تطبخ كيف تسمع كلها شيء كثير عالي. وبعدين في نهار لانه كل يوم هي بتدور الراديو بتسمع كلها شيء الموسيقى وهيك، بتسمع انه سيرك جاي على لبنان وبصير يقولوا انه العين ما بتشوفها واشياء غريبه هيك، بتتحمس هي بتسمع كثير بهمها الامر. صار مثل تشالنج انه هي بدها تروح وتعيش وتشوف سيرك حتى لو مش قادره تشوف بعيونها. وي مزبوط. فانه خلص صاروا عم بيقولوا انه في اشياء غريبه، في عالم مثلا على اجرين طوال وهيك، ف كثير شي جات انترستد يعني بالموضوع. فهي هون ما بيبين بس في شوفير تبعها دائما بياخذها، بتروح مثلا على البحر بتسمع الصوت بتحسس التراب. فبيخدها على الكرنفال، يعني بترجع بتسمع مره ثانيه على بالسياره، بتحط ايدها على كتفه از انه خدنا، بيخدها على الكرنفال. بتفوت هلا الصوت كله هي بتركبه فيجن براسها. اوكي يعني الشو بيصير حسب هي كيف عم تسمع. يعني نحن رح نحضر الفيلم حسب ما هي بتحس فيه، حسب ما هي حست بالسيرك. بس بارتي السيرك. اوكي ساشا انت كتبت القصه؟ وي. كنت مخرجه؟ وي. مثلت فيه؟ لا. مين كان منتج؟ يعني انتوا كتلاميذ بتساعدوا بعضكم، يعني بيكون حدا على هذا الفيلم حدا تاني على هذا الفيلم؟ صراحه انا بدي بس ودي شكر لرفيقتي رشال صوما لانه كثير ساعدتنا، كانت اسيستنت دايركتور برودكشن وكانت ارت دايركتور كمان. كان عندها الجروب تبعها، كانت اكثر شيء حد يعني حتى بالسيناريو ساعدتنا وكتبت شيء. خلينا نشوف اول جزء لانه في جزء رح نحضره سوا اليوم، اول جزء من فيلم الرؤية او فيجن. وعيت، كل شي أسود حواليا، ما في شي تغير، نطرت كتير بس ما في شي تغير إلا أن قويت. أوقات كتير بنسى
بنسى الوقت وبحس اني بغيب، يمكن لان تعبت انا وناطرة يرجعلي، ناطرة النار ترجعلي اياه من بعد ما اخدته مني، هيك خسرته. كل الاصوات بتذكرني فيه، حتى العطر واللمسات بتذكرني اني بعدني ناطرة يرجعلي. قربت من النار، بركي بتردلي اياه، ما بعرف ليه ما بخاف من لهيبه، يمكن لان اخدت لي اعز شي عندي. اخدته ما رح ترده، اكيد ما رح ترده، بس هلا خلص تعودت. ساشا، شو أصعب جزء من تحضير فيلم؟ هل هو كتابة النص؟ هل هو إنه نلاقي الممثلين وندرب الممثلين؟ هل هو الإنتاج بحد ذاته؟ يعني لما تكونوا عم بتصوروا، هل هو بعدين لما بتشوفي شو عملته بتقولي بس كان فيني أعمل هيك بس هيدي؟ وين الستريس الكبير؟ كله صراحة، كله كان كتير ستريس، بس مبسوطة كتير من النتيجة. قبل أول كتابة النص بتاخد تقريباً كتير وقت، لأنه هو أهم شيء، لأنه من وراء بقدر أعمل الفيلم. والتحضير كمان تحضير، لأنه حتى قبل ما نبلش، لأنه الغراض ممثلين بدي حسب وقتهم، بدي شوف إذا مناح، بدي شوف الكوستيوم، بدي كل شيء. فكان يعني فيك تقول كل شيء، حتى بعده لا بتنبسط إنه واو أنا هيك عملت. ممثلة هي رفيقة لإلك؟ حدا بالجامعة؟ حدا عم بيدرس؟ رفيقة إلي ومعها بالجامعة وبتشتغل معي كمان. اوكي. بتشتغل معي، هي شيز دانسر، ونحن لأ بنشتغل مثل نوع من السيرك، فسألتها شو بتشتغلي نوع من السيرك. كنت عم تقولي لي قبل ما نفوت على التصوير إنه حبيت تحطي قصة سيرك بالفيلم، لانه جزء من حياتك هو وقت بتقضيه بسيرك لبنان. ايه، هو مش سيرك، هو مثل شركه. نعم. بتعمل كل شيء، بتشترك بكل شيء، شوبات، اعراس، ايفنتس بلبنان. نحن بنعمل هو الاخبار اللي رح تشوفوها. انت شو بتعملي من هالاخبار؟ الاشعاس، بنعمل انجلز، بعمل طاوله، بعمل بدكه. هذا بده التزام وبده وقت وبده. وي بس اتس فن، يعني كل رفقاتي معي واتس فيري فن. يعني لابد كان انه انت عم تصوري فيلم، خاصه فيلم دبلوم، انه هالاصدقاء وهالحياه الثانيه اللي عندك اياها تكون حتى شاركت معهم، يعني لانه كان بدهم يركبوا ضو، وهيك ركبت الاشاس وطلعت انا ركبت الضو. الاشاس اللي هن الاجين الطوال اللي هن خشب طوال، براتيكو لتغيير لمبه. ايه كثير قالوا لي غيري لمبه، طلعت انا ركبتهم وركبت طلع الثياب الصيفي وتنزلي الشتوي. طيب ساشا، رح تشوف هلا بالجزء الثاني من الفيلم رح يكون في تركيز اكثر على الممثله، على الشخصيه الرئيسيه بفيلمك، لما بتروح على الكرنفال او على السيرك، ورح بتصور رح نشوف كيف بتعيش السيرك، كيف يعني كيف هي بترسمه براسها، هالفيجن تبعها يعني. أوكي. هون بنشوف الفيجن تبعها، هاي الرؤية. لكن فيلم رؤية بالجزء الثاني اللي رح نشوفه سوا هلا، هو كله سوا شورت موفي تقريبا طوله 14 دقيقة. نحن عم نشوف يعني اقل حتى من نصه. رح نشوف جزء ثاني لكن من فيلم ساشا كيروز. Thank you.
You're gonna love our show because we have the weirdest people all around the world just for today. Are you ready to expect the unexpected, to see the unseen? Try find us, because we've got the finest. Voila! The Bubble Girl. Swinging, swinging, with a fireball, pretty boys. Ladies and gentlemen, observe the show's finale. A miracle of its own. A spectacular lady will acrobat her way on the ring. Get ready for you to see what she can do. ساشا بفهم انه هول كلهم اصحابك بالفيلم الممثلين والفنانين بفنانين بالنتيجه artists acrobats الفيلم خلص دبلوم صار معك نعم واتس نيكست يعني انت دخلتي على الجامعه لتتعلمي هالمهنه لتشتغلي كمخرجه كممثله كمنتجه بتحب التلفزيون بتحب السينما بدك تضلك بالسيرك وتجيبي هالموهبه معك على السيرك او العكس لا اكيد بدي اجيب السيرك على السينما لانه فتت على الدومين لانه ام انترستد بهالدومين وانا يعني كهوبي وكفن بعمل السيرك اكيد هلا يعني هلا كنت انه عم مثل فتره عم برتاح وهلا خلص بدي افوت على الدومين وصراحه ام انترستد بكل شيء واكثر شيء بالتمثيل اوكي انا كثير بحب التمثيل انا مثلة لكذا فيلم ليسانس وحتى بأفلامي أنا الشورت موفيز بالجامعة أنا مثلت لهم. You have a Facebook page بتحط عليها شغلك أو كيف كيف بتوصلي يعني هذا الفيلم مثلا نحن حضرنا جزء منه إذا في ناس حابين يشوفوه ب ب بكله سوا وين بيحضروه أو منه available؟ No, it's available بس ما بعرف على شو يعني حطه صراحة. منه على يوتيوب؟ No. يعني اليوم كمخرج كتلميذ يعني مخرجين ما بتحطوا البورتفوليو تبعكم وي اكيد انا هلا عم نبش على فيستيفال انا في بس ساوند بعد بظبطه شوي وبدي ابعته على فيستيفالات لشوف كيف لانه بدي اعرضه بدي اعرض شغلي تعبه بدي اوكي بدي يشوفوا العالم مين عندنا مخرجين لبنانيين هن امثال لكم بالجامعه يعني لما تتعلموا لما تاخذوا كيس ستاديز بالجامعه لانه بنظهر شوي من الاوروبيه الامريكان نحكي عن امثال لبنانيه امثال لبنانيه انا صراحه اكثر للاوروبيه مع انه لا كثير في عالم بلبنان ومخرجين كثير قوية بلبنان بس انا اكثر بميل صوب الاوروبيه يعني انه كيف بدي اقول لك ككل شيء تقاليد وهيك بميل اكثر صوب الاوروبيه بالسينما اكيد بس
مثل بقول لك مثل مين يعني؟ لا انا كنت بدي اشوف اذا في مثلا لبنانيه بالجامعه الاساتذه الدروس اللي بتاخذوهم بيقولوا لكم مثلا هذا المخرج اللبناني اللي عمل هيك، المخرج اللبناني اللي عملت هيك، اذا هن انسبيريشن لكم يا ملا. مو بحيان بحطونا نحن صراحه انسبيريشن للاوروبيه لانه كانوا اكثر يعني معروفين وعندهم السينماتوجرافي محدده. اورايت ساشا ثانك يو، برافو مبروك على الفيلم وعلى الدبلوم اللي اخذتيه. مشاهدينا رح يصير هلا رح ناخذ بريك ونرجع بلايف رح نركز ببلدون مع مارك على الحيوان الغريب اللي حكيت لكم عنه تينا قبل بشوي.